كيف يعالج الإنسان كبرياءه؟ أول حاجة لو ربنا أعطيك نعمة اشكر ربنا عليها، أي نعمة دي من عنده، كل موهبة تامة، كل عطية صالحة هي منين؟ من فوق، من عند أبي الأنوار. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه. كان دانيال يصلي يقول كده. يبقى واحد أي نعمة ربنا عطيها لك، سواء نعمة روحية أو مركز أو مال، كل ده من عند ربنا. اثنين، إخفاء الفضائل. يقولوا كده الآباء الفضائل كالكنز، لازم تحافظ عليه. الكنز ده لو اتكشف يتسرق منك، مش كده؟ يتسرق منك. يعني يكابد أم موسى حافظت على ابنها، لأن فرعون ممكن كان يقتله. فهكذا الفضائل، زي ما قال أبونا عبد المسيح، الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونيبت من المجد الباطل. ثلاثة، تذكر خطاياك وضعفاتك. مش تتذكرها عشان تعملها، لا، قل أنا مين أنا، أنا مين أنا، أنا كنت كذا وكذا. أربعة، اعرف المقياس الحقيقي للعظمة. مش إن الناس يعظموك، لا. الكتاب يقول عن يوحنا المعمدان: وكان عظيما أمام الرب. أمام الرب، يبقى الإنسان، عظمة الإنسان ليست أمام البشر إنما أمام الرب. كان متواضع، كان ناسك، كان بيشهد للحق، كان بيخدم. عشان كده بولس الرسول يقول لنا: نحن جهال من أجل المسيح، أما أنتم فحكماء. نحن ضعفاء، أما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، أما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم، وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأغزار العالم ووسخ كل شيء. كورنثوس الأولى 4. يا رب، لم يرتفع قلبي، ولم تستعلى عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. في روميا، احنا درسنا روميا، روميا 12، يقول لنا معلمنا بولس: فإني أقول لكم بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم، أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. يعني الإنسان يسلك على قد حاله، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين.